طبعا هما دول الشقيقة طبعا لازم أشجعها، السعودية وقطر، وقطر المنظمة للبطولة. وعايز أتكلم في جزئية جميلة جدا، يعني إن قطر، دولة قطر الشقيقة، أثبتت للعالم كله إن هي قادرة، إن العرب قادرين على إن هم ينظموا بطولة عالمية مثلهم زي مثل الدول الكبرى. ألمانيا فريق قوي، وأنا متوقع إن شاء الله إنه يكسب النهاردة السنة دي يعني كأس العالم. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا الأولوية ورقم واحد ورقم عشرة كده، نبتدي من قطر، السعودية، تونس، السنغال، لازم يعني فاهم، فهنبقى على طول مشدود وعلى طول بدعي لهم وعلى طول محتاج ان هم يطلعوا خطوات لقدام، لان ده شرف لينا كلنا كافريقيا وكعرب يعني. ان شاء الله بالنسبه للعرب السعوديه، ونتمنى انها توصل لدور كويسه وان شاء الله يعني. واجنبي بقى يبقى البرازيل او المانيا. شجع طبعا المنتخبات العربيه، تونس والمغرب ان شاء الله وربنا يوفقهم. وعلى المستوى الاوروبي هشجع البرازيل. البرازيل عشان نيمار، ويعني بحب نيمار، وهو منتخب يعني بحس فيه روح كبيره يعني، ان شاء الله ياخد كاس العالم يعني. قطر دوله عربيه وهي الدوله المضيفه، وفخر لنا كلنا، والتحضير على اعلى مستوى يعني. والسنغال دوله افريقيه واحنا افريقيا يعني في الاول والاخر يعني. البرازيل طبعا، مش محتاج نقاش. ان شاء الله تونس عشان علي معلول، والبرازيل طبعا ان شاء الله عالميا يعني. ارجنتين واسبانيا. البرازيل ارجنتين والمانيا. ان شاء الله نشجع المنتخبات العربيه بتاعتنا، السعوديه، قطر، المغرب، تونس عشان علي لولو. ربنا يسهل ان شاء الله، ونتمنى انها تكون بطوله جميله، بطوله كويسه، هي اول مره تحصل في دوله عربيه. نتمنى ان شاء الله تكون بطوله مختلفه، ونتمنى ان شاء الله ان الفرق العربيه بتاعتنا توصل لابعد مدى ان شاء الله في كاس